ضرب فيها لاشيف تاع 4 سوايع. نخرج دوكا نشوف مزيان نصور، نحاول نصور فلورنس باي نايت. هنا ما عنديش كوزينه باش ما عنديش مطبخ باش نطيب لكم الوصفات السحريه. تشوفوا كيفاش سيدي فازيون يطيب. جوي مايسترو شيف كوزيني. نشوفكم في وسط المدينه خاوتي. شوفوا خاوتي واش شريت اليوم. ما شريت جاج، شوف شفتوا شريت جاج حلال هنا في فرنزي نقضيو عليه. A few moments later. خاوتي خواتاتي رانا لهنا في بلازا سينيوريا. هذا نموذج تاع الساحه، بلازا معناها ساحه. هذا نموذج تاع الساحه تاع عصر النهضه اللي مازال محافظين عليه من القرن ال15. مازال محافظين عليه كما هو. هذا اللي مورايا اسموه البالاجيو فيكيو، قصر القديم مبني في 1498 وكان عنده دور كبير لانشاء الريبوبليكا فلورنتينا، يعني جمهوريه فلورنتينا او جمهوريه فلورنس. فكما قلت لكم في القرن 15. دوك ندير لكم 360 درجه كما العاده. هذه الساحه مازال محافظين عليها من عصر النهضه. هاي لي خاوتي خواتاتي، هذه هي الساحة. ندير لكم 365 درجة كيما قلت لكم، 360 سمحولي، 365 يوم، 360 درجة كيما العادة. هامليك هذه هي مبنية كلها في القرن الخمسطاش. هذا هو أهم قصر لهنايا. أوبا بالاجيو فيكيو محافظين عليها كما هو. ندير لكم الزوم على مايكل انجلو. اوبا هذا هو. دوك نقرب ونصور لكم الدخله مليح. لهنايا كاين راكم تشوفوا التماثيل هذوما، هذو كاع تماثيل مهمه. دوك نروح نوصل لتما ونصور لكم واحد بواحد. شوفوا خوتي خواتاتي كاع التماثيل هذوما اللي حنوري لكم دوكا، مبنيه في القرن ال15، في القرن 16، 1590، 1600، 1700. حوش نفهم شنو هذا، ما فهمتوش. كاش واحد اللي يفهم. هذا مات في الحرب هذا. ممكن هادو دوك نشوفو واش تحكي القصة تاعهم. شوفو هذا يا عبد، شفتو عندو هذا عبد عندو جسم تاع حصان. شوفو وين طلع راسك تشوف بنايات قديمة هنايا. فلورنس ايطاليا، كيما قلت لكم ايطاليا، اي مدينة في ايطاليا عندها تاريخ. اي مدينة، المدينة اللي ما تكونش تتوقع باللي تكون فيها حاجة تلقى فيها حاجة. ماشي خاطر ايطاليا ماشي كيما المانيا بلاد جديد مبني غير كيما هذا، كاع قديم. هاو المايكل انجلو الدخلة هذه اليوم ولات بلدية، اليوم ردوها بلدية. هذا المايكل انجلو الكوبي الاوريجينال اللي راهو في متحف. بلاك ندخلو نصور لكم البلدية من داخل. يلا هنا نقوم هنا في البالاجيو فيكي نصور لكم غير هكذا. يا خير شوف اللوحات هذيا، فن. هذا يسموه الفن. الفن المعماري هذا. شوف هاد الأعمدة كيفاش عاملة.
La fontana originale. مذهل مذهل impressionnant. خوتي خواتاتي رانا وصلنا لهنايا للمكتبة الوطنية المركزية، المكتبة الوطنية المركزية بيبليوتيكا ناتجيونالي سنترالي اللي هنا في مدينة فلورنسا. نضحك كي نقول الاسم تاعها. كما قلت لكم خوتي خواتاتي رانا في بيبليوتيكا ناتجيونالي سنترالي، راح ندخل ان شاء الله لداخل ونشوفوا واش كاين وكيفاش عاملة من الداخل، خاطر هذه تاني تتعد من البنايات اللي شيدوها في القرن ال15. ولوحة كما قلت لكم كل حاجة هنا في إيطاليا وخاصة في هذه المدينة لوحة فنية، وهذه عمارة وبناية فنية. خلينا نشوفوها. خوتي خواتاتي ما خلونيش ندخل داخل، قالوا لي نهار السبت، قالوا لي مفتوحة للزوار يوم السبت لا أكثر. أما لنكملوا طريق كما العادة. هاي لك خوتي خواتاتي، أنا وصلنا لهذا الكنيسة مع أور سان ميشيل. أور سان ميشيل معناها ممكن تكون بالفرنسية سان ميشيل القديس ميخائيل. هاي لك راح ندخل داخل نصورها لكم ونشوفوا كيفاش عاملة. خلينا ندخل. خاوتي خواتاتي راني وصلت لهنايا للسيناغوغ للكنيسة تاع فلورنس. نصورها لكم هنا من برا خاطرك من الداخل نحكم، خاطرك قالوا لي ما تدخلش معاك الكاميرا وما ندخلش معايا التليفون. اما راني نصورها لكم من برا ونكمل الطريق. يلا خلينا نكملوا الطريق. هاوليك خاوتي، هذا هو لورينزو أو سان لورينزو القديس، معناها سان معناها القديس لورينزو. هذه هي البازيليك تاعو، الكنيسة كنيسة سان لورينزو. أظن ما رانيش رايح ندخل داخل خاطرك كيما قلت لكم كنائس قاعد تشبهو من الداخل. نكملو طريقنا ونروحو للميركادو. ميركادو معناها السوق. شوفوا لهنا، شوفوا هاد المحلات وش يبيعوا، المتاجر يبيعوا شغل الاشياء الرومانية. هاي لي خوتي، انا داخل عندك السوق، السوق تاع مدينة فلورنسيا. هنا يبيعوا بزاف الجلد، الجلد الجلد ميد ان ايطالي. هاملك شوف 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 كل انواع الجلد. هاوليك انا داخلين الميركاتو سنترالي دي فرنزي. كيما قلت لكم مقبله، قلت لكم باللي هادو الريستورانت راهم مغلقين ومازال ما فتحوش. حاوليك الحامون، هذا كيما الحامون الاسباني، هذا لو جامبون بالفرنسي الخنزير. حاوليك خوتي خواتاتي كيما قلت لكم انا وصلنا للميركادو سنترالي. هنا واش يبيعوا؟ يبيعوا كلش. هاو صاحبنا، هاو حبيبو. زوبا ميبانش خنزير صغير، ميبانش ميبانش. هاو حبيت نوري لكم من الداخل. اي كيما على بالكم بلي نحب نصور صباح قبل ما يجي الغاشي هذاك، يجي يفطروا هنا وقاعد جوه 12. دوكا راهي الساعة 9 تاع الصباح والمارشي ولا السوق راهو فارغ. لا لا ماهيش 9، ماهيش 9 ونص، راهي ندير لكم الزومة
تسعة ونص آخر مرة اشتريت كان تسعة ونص. شوفوا هاي ليك العشرة غير عشرة خاطك هنا على ساعة منا على ساعة ما يصحناش الطريق باش نمشوا لهنا خاطر يكون الغاشي الفوق في الطابق الثاني كاين كيما يسموه كاين المطاعم الريستورانت شوفوا يبيعوا كل شيء الجبن الباستا الخنزير كلش شوفوا الحوانت مازال ما فتحوش مازال ما فتحوش الحوانت هاكو تشوفوا ها بونجورنو هاي جات تفتح ها بونجورنو ها هاي جات تفتح الحانوت دوكا هاي لي خوتي خواتاتي وصلتني البيتزا شكون يجي الطليان وما ياكلش بيتزا ما دار والو واش رايكم هذا كما قلتوا لي دير واش راح تاكل اليوم راني درت لكم واش راني ناكل بيتزا طليانيه مسقوطه هيا بصحتنا هاي خوتي خواتاتي انا يعني مريض ما نقدرش ناكل الجيلاتو في خاطركم كاع حاملين كل الجيلاتو في كل مكان كاين الجيلاتو شوفوا نصورها لكم من برا احنا رانا في شهر فيفري وهنا في ايطاليا يبيعوا الجيلاتو دائما انا راني مريض ما نقدرش ناكل الجيلاتو ما نكمل طريقي خوتي خواتاتي دوك راح نطلعوا لهذاك وين يصوروا البانوراما تاع ميكل انجلو دوك نوري لكم وحده كتشوفوا هذا الخنزير هذا دوك نحكي لكم واحد الحكايه عليه ونقول لكم هاوليك خوتي خواتاتي كما قلت لكم الروايات لهنايا ولا الخرافات يقولوا لو كان تشيلو نيفو وتحط لهنايا قطعه نقديه بياس وتطيح هذه البياس لهنا لداخل هنايا كتشوفوا هذه المجرى هذه يقولوا لو كان طيح هنا لداخل تكون عندك الحظ باش تولي المدينة فلورنسيا هذه كاين الناس يأمنوا بهاد الأساطير أنا ما نأمنش بها ونزيد نقول لكم حاجة عمري ما رميت قطعة نقدية لهنا وجيت ثلاث مرات جيت لفلورنسيا صح مليحة قصة بالأكثر You know what's the mean that? I'm so sorry It's luck It's luck If you make coin just here uh-huh. and the coin is going down yeah. so you have a chance to come back to Florence وكاح يرموا قطعة نقدية باش تكون عندهم الحضور باش يولوا لمدينة فلورنسيا خاطر الناس تحب هذه المدينة بزاف مدينة شابة مدينة زوينة كما يقولوا زوينة وصلنا للفوق اخيرا خاوتي خواتاتي حاولت نعمل لكم تغطيه اكبر الحوايج تاع لهنايا في هاد المدينه تاع فلورنسيا مدينه كبيره بزاف معمره بالحضاره والثقافه والمتاحف ما قدرتش نوري لكم كاع المتاحف ما قدرتش نوري لكم كلش واش كنت حاب نوري لكم بصح وريت لكم كاع الحوايج المهمه كلش الحوايج المهمه كاع كيما ميتشلانجلو كيما الساحات كيما بلازا فيكيو بونتي فيكيو الدومو بلازا ديال الدومو وريت لكم كاع الحوايج المهمه السيناغوغ الكنائس هنا معمره كنائس ما قدرتش نصورها لكم كاع ان شاء الله تكون عجبتكم خاوتي خواتاتي ما تنساوش كيما العادة دعموني بالبارتاج دعموني باللايك دعمونا بالكومنت اذا عندكم اسئلة question كتبوا لي هنا تحت في الكومنت سكشن ان شاء الله راح نجاوب اكبر عدد تاع الكومنتار تاعكم
اذا انتم اول مره تدخلوا على القناه تاعي كما العاده ما تنساوا تشتركوا بالقناه، ما تبخلوش علينا خاوتي باش نحاولوا نطلعوا القناه نوصلوها الى اكبر عدد ممكن من الناس. هاي اللي ندير لكم اخر بانوراما من هذه المدينه من الفوق من كما العاده من بلازا ميشيلانجلو. البانوراما كاين هنا ولا اروع. اتهلاو في روحكم، نتلاقاو عن قريب في مدينه اخرى وفي بلد اخر، خاطر خلاص راح نخرج من ايطاليا. السلام عليكم.